مش عارف بيقلعوا ليه؟ انا طول عمري اعرف ان الستات اللي بتقلع، لا ده الرجاله بتقلع. طيب قلع حضرتك، قلعت بجد طب اسيبك انا بقى كنقابه خلاص كده، اصل انت فنان موهوب قوي فتقلع للناس؟ لا لازم النقابه تتدخل، يا اما انا لو عضو نقابه مش هرشح اني شاكر تاني. في شق اخر اسمه الرقابه، انا في وزاره الثقافه. طب اللي حضراتكم واقفين كده، والرقابه على المصنفات الفنيه احدى الادارات المركزيه داخل وزاره الثقافه المصريه، لم ولن يمنع عمل جوه مصر. سقفوا على دي، لم ولن يمنع عمل داخل جمهورية مصر العربية. ده خارج جملة هسرقها من الأستاذ هاني شاكر، داخل مصر 2030 اللي احنا عاوزينها، اللي هو قالك هو فين مصر؟ هو ما قال فين مصر؟ ما قالش فيه، وكان يقدر يقول فين وزارة الثقافة، فين الرقابة؟ ما قالش دي، فقال فين مصر؟ يعني فين عبد الحليم في تربته هيعمل ايه؟ فين 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 مصر من النجوم الكبار اللي موجودة هيقول ايه؟ وهذا كان قصده، وده هو اللي قاله لي على فكرة بعد ما انا فطنته، قال لي انت بتتكلم صح، انا ما اقصدش، ما هو يقدر يقول فين الرقابة. طب الرقابة، ركزوا معايا في الحتة دي، الرقابة على المصنفات الفنية تقدر تمنع فيلم من العرض الا بعد حذف واحد واثنين وثلاثة واربعة، في مشهد ساخن، في كلام في الدين، في كلام سياسي خطير، في مسائل تتعلق بالامن القومي، تقدر تتدخل وتشيل الحاجات دي وتجيزه. فلذلك الرقابة للي بينادوا ان ما يبقاش فيه رقابة، بقول لهم لا، الرقابة موجودة في انجلترا وموجودة في دول، الرقابة دي ما هياش رقابة فقط الناس حطينا في دماغها انها رقابة من السلفيين، لا، في حاجات خطيرة لا يجب انها تطلع ولازم الرقابة تعديها. طب انا راجل عملت فين؟ وانا راجل كده يعني الحمد لله معروف شوية، ورحت لا رحت رقابة ولا عايزهم في حاجه، لان انا مش هنزل الفيلم ده داخل دور العرض، ولا انا هنزل الفيلم ده في تلفزيون ولا حاجه، انا هنزله حاجه اسمها يوتيوب. قانون الرقابه معمول في الستينات، اخر حاجه اتعدلت. قانون النقابه ده برضو معمول حاجه من زمان قوي، فما كانش فيها يوتيوب ولا كان فيها مع المستشار لما يكتب بعد دلوقتي يقول لك وكل ما استحدث من مش عارف ايه ومطبوقه ايه وايه، دلوقتي العقوب بقت كده. نزلته على اليوتيوب، هل الرقابة ليها دعوة؟ أنا رد، هل حضرتك لما تسمع إن فلان الفلاني عامل فيلم بيسب فيه معرفش الذات الإيه والبتاع إيه؟ ده يا راجل قالوا فيه راجل جربوع كده طلع شتم في سيدنا النبي محمد عليه أفضل الصلاة والسلام، عمل من كتر الدعاية اللي اتعملت له إنه شتم عمل ملايين المشاهدات، هل معنى كده إن ده قس؟ إذا كان الكنيسة ترفضاه من 14 سنة، هل معنى كده إن ده كلام الناس كانت بتشوفه بحب وضد النبي، ولا الكريوستي أو الفضول دخلت؟ إذا لغة الأرقام اللي إحنا شفناها في الفيلم اللي عمله زميلي حسام المحفوظي اللي عمالك عد ما هياش مقياس. ليه؟ هرجع أقول جملة شهيرة، أستاذ عبد الحليم حافظ مدام فاتن حمامة الست أم كلثوم، أشك إن كان عندهم فرن في البيت مش يوتيوب ولا سوشيال ميديا ولا حاجات من دي، ما كانش عندهم الحاجات دي. ومع ذلك العيال النهارده اللي عندها 8 9 سنين تقول له بيتلوموني ليه؟ يقول لك ليه؟ انتشر ودخل جوه الوجدان وبقى جزء من النسيج المصري، مش محتاج ان كان حد يعمل له سوشيال ميديا وتبقى خارجه كده محدش عارفها وتعمل كده على السجاده في الجونه او في غير الجونه وتروح تبقى بقى هي نجمه النجوم، محدش عارفها في الشارع. فده ارقام فولس، ارقام كلها خاطئه، ولا تعطي شرعيه، ولا تعطي شرعيه باي شكل من الاشكال للي بيقدمها، لان ممكن يكون بيقدمه ده بيقدم شيء مسيء جدا ورقيق جدا ومش فيه شيوخ. عارفين الشيخ يعني ايه؟ مش اللي لابس عيني، مش فقط الشيخ بتاع الاسلام، الشيخ ده الراجل الكبير، الراجل الكبار زي الاستاذ هاني شاكر كده، ده شيخ في مهنته. شيخ في مهنته، استاذ علي الحجار ده شيخ في مهنته، استاذ عمرو دياب ده شيخ في مهنته. بعض الناس قلت على السوشيال ميديا تقول لك وانت بقى يا هاني يا شاكر لما انا بقى مش هرقص على حمو بيكا، وتقول بيكا كده مش بيكا. هرقص على ايه بقى؟ على علي الضحكايه علي؟ ما كانوا بيرقصوا على علي الضحكايه علي، وكان في حاجات تانية
بيترقص عليها، وكان فؤاد بيعمل حاجات بيترقص عليها، وعدوية كان بيعمل حاجات بتترقص عليها، ورشدي كان بيعمل حاجات بتترقص عليها، وشكوكو واسماعيل ياسين وغيره. اذا المشكلة ليست مشكلة مزيكا المهرجانات. هو نفسه امبارح قال مع عمر كمال قدمت نوع جميل واضفت و احنا عاوزين نصل من خلال جلستنا النهارده في هذا الصالون الى صيغه، لان انا واثق ان مفيش فنان هيرضى يمنع. وانا بقولها تاني، هو ما منعش، هو سحب الترخيص. ليه؟ هنسمعه. هو لو حسن شاكوش قدم تاني يا استاذ هاني، اي خش الاول لجنه تاديبيه، ده سب ما اعرفش ايه، ولا قال للواد الطبال ايه، وممكن يكمل تاني. يعني في قواعد بتربطه. احنا حبينا نحط الاستاذ هاني شاكر ومجلسه في وضع المانعون. الناس دي طيبه على فكره وفنانين، ومفيش حد فيهم عايز يمنع حد ولا يضيع مستقبل حد. وهضيف بقى حاجه قبل ما اسيبكم ويطلع معانا الاستاذ هاني، مش هاني شاكر اللي هينفسن من كزبره. انا ما اعرفش ايه كزبره يعني، طبعا مع احترامي للالقاب يا استاذ هاني. انا من وانا طفل صغير بسمع هاني شاكر. هاني شاكر ده حدث، وبعد كده معروف عنه ان هو الحمد لله راجل ميسور الحياه، وراجل زوجته ست فاضله، ونجم ومبروك الاول على جوازه، ناس محترمه وناس شافت، واسمه امير غناء العربي. وشفته انا في تونس حاجه تخض اكتر من هنا. انا شفته في حفله خطيه، فبقيت يعني فرحان ان انا مصر وانا ما اعرفوش هاني شاكر. ده شاف نجوميه كتير قوي، فمش نجوميه الاكس 6 والرينج روفر. هو ده اول واحد ركب جاكور يعني. يعني استاذ حلمي بكر شرفنا، فارجو تحياته. حاسفين على السن. هات الكرسي للاستاذ حلمي هنا في الجنب. استاذ هاني بعد اذن حضرتك. استاذ هاني تعالى. طب لا، نقطة نظام بقى يا شباب، مش هينفع الوقفة دي لو سمحتوا. يا شباب هنبدأ. حاضر، هنبدأ مع حضراتكم الأول. حي طبعا، أنا هشتغل ازاي؟ طلع فشل ده، حاجة كتيرة جدا بنقول له شرفتنا ونورتنا. ثانيا يا ريت نقعد، يا ريت نقعد عشان نعرف نسمع بعض. مستمر، معلش أنا آسف، والنبي الجماعة هنا بس أنا شايفين بجد مصور. أخش شوية كده وسع. حاضر اهو، خش كله بقى، يخش معايا كده كله، لسانه واسمع كده عشان نخلص من الازمه. احنا عاوزين نعدي الليل مش بقى بس. تمام، معانا الاستاذ هاني شاكر، والسؤال هيفضل مفتوح للجميع. لا داعي للتهافت ولا داعي للخط، احنا قاعدين ومبسوطين بيكم ومبسوطين بيه، وعاوزين نقدم فكر جيد وخلاصه للموضوع ده ننهي بيها الخلاف. هل يمنع؟ لا يمنع.